ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين. مرحبا. كتير من الصحفيين بيفكروا إنه الصحافة الاقتصادية هي مجرد أرقام جامدة وإحصائيات ودراسات وميزانيات وما فيها أي إثارة أو تشويق، بعكس الأخبار السياسية وغيرها من الفنون الصحفية. وكتير من المتابعين والقراء بيفكروا إنه الصحافة الاقتصادية هي عبارة عن أسعار العملات والذهب، بس الموضوع أكبر وأوسع من هيك بكتير، ورح أحكي لكم عنه بهي الحلقة. الصحافة الاقتصادية هي واحدة من أهم فروع الصحافة، وبتهتم بتتبع التغيرات الاقتصادية اللي بتصير بأي مجتمع ودولة، وتسجيلها وتحليلها وتفسيرها وتحريرها بشكل مفهوم ومبسط للقارئ المتخصص والقارئ العادي، وبتبين مدى أثر هي القرارات والأحداث والتغيرات الاقتصادية والسياسية على اقتصاد الدولة والمواطنين من حيث الأسعار وقيمة السلع والعملات والضرائب وغيرها. وبترجع أهمية الصحافة الاقتصادية وتغطية شؤونها لأهمية هذا القطاع بالدرجة الأولى لأي دولة وأي مستثمر، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، على اعتبار أنه الاقتصاد هو المحرك والدافع الأول لكثير من القرارات السياسية واستراتيجيات المستثمرين والاستثمار بالدولة. تشمل الصحافة الاقتصادية تغطية أخبار الاقتصاديات المتحكمة بالدول مثل النفط والذهب وأسعار العملات، وتغطية أخبار البنوك المركزية والبنوك الخاصة الكبيرة بالبلد وأسعار الفوائد، وكمان بتهتم بتغطية أهم الأحداث والقرارات السياسية اللي بتأثر على الاقتصاد، مثلاً اتجاه إيران تطبيق برنامجها النووي بيأثر على أسعار النفط، أو انشقاق بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي بيأثر على سعر اليورو. وبالنسبة للأخبار المحلية بسوريا، خروج النظام من منطقة أو سيطرته على منطقة بيأثر على سعر الليرة السورية وهيك. مشان هيك لازم يهتم الصحفي الاقتصادي بالقرارات السياسية المصيرية يلي ممكن تأثر بأي شكل على الاقتصاد، ويكون قادر على تحليلها وتحليل أثرها وتبسيط الموضوع للقارئ، يعني استخدام لغة سلسة وبعيدة عن التعقيد والجمود. وطبعاً من جهة تانية، البورصة وأسواق المال هي من أهم ما بتتناوله الصحافة الاقتصادية، مشان هيك من الضروري أنه يكون الصحفي الاقتصادي متابع للبورصة وأسواق المال والأسهم وارتفاعها وهبوطها، وكمان أسعار النفط والعملات والمعادن النفيسة مثل الذهب وغير هيك. مهم كتير من الصحفي الاقتصادي أنه يطور حاله ويسأل دائماً عن الشغلات يلي ما بيعرفها، إن كان ناس مختصين أو صحفيين مخضرمين، أو يدور عنها بالكتب ومواقع الإنترنت المختصة. كل هذا الشيء لازم يصيغه الصحفي بمادة صحفية واضحة ومفهومة للقارئ العادي مثل ما حكينا، وهيك بتكون مادته محل اهتمام لشريحة كبيرة من القراء، ابتداء من القارئ العادي للمستثمرين والمسؤولين. ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين.